إيه حكاية الأذكار والذكر؟ خليني الأول أحكي لكم الحكاية دي. هو دكتور جامعي صديق لي، دكتور أحمد إيهاب. دكتور أحمد إيهاب هو اللي بيحكي لي، بيقول لي في بداية حياتي كنت لسه يعني في الأول ووضع المالي صعب وخلفت ابني، فابني فترة من الفترات تعب جدا، رحنا للدكتور قال لازم يعمل عملية غالية جدا 20,000 جنيه في ذلك الوقت، معيش الفلوس، اضطريت استلف. الراجل استلفت منه ما كانش جدع قوي، بس المهم انه عايز استلف وخلاص، كتبني شيك ب20,000 جنيه وحط تاريخ قريب، وانا لاني مزنوق ولازم نعمل عملية قبلت وانا معيش الفلوس دي، وعملنا العملية. وبصيت لقيت الراجل بيطالبني بالدين، قلت له لسه انا مش معايا الفلوس، وابني خف الحمد لله. لكن الراجل بدا يقول لي هبعت لك محضر وحرف عليك قضيه، ولقيت واحد جاي على البيت يدفع يا الحبس خلال 3 ايام. قال لي مجموعه من الاذكار، لان ربنا يعلم ان ما عادش في ايدي ساعي اقدر اعمله، لان انا ما خدتش الفلوس دي العب بيها، فما كانش قدامي غير هذه الاذكار اعيش بيها. قلت له ايه الاذكار؟ قال لي الاول اقول لك الحل حصل ايه. قلت له حصل ايه؟ قال لي بصيت لقيت بعد عده ايام قبل ما يجي يوم الثالث واحد بيخبط عليا، انت احمد ايهاب؟ قلت له اه. قال لي اتفضل الشيك اهو تقدر تقطعه. قلت له هو حضرتك مين؟ قال له انا كنت قاعد مع صديقي اللي واخد عليك الدين وسمعت قصتك وعرفت حكايه ابنك، قلبي رق، دفعت له الفلوس لغايه ما انت تدفعها لي وتقدر، اتفضل الشيك اهو، لما تقدر تدفع الفلوس ادفعها لي. لا إله إلا الله، ما يعرفوش، ما يعرفش اسمه، بيقولوا حضرتك مين؟ ربنا حرك قلب. والله القصة حقيقية من بق الدكتور أحمد إيهاب ليا. قلت له دكتور أحمد كنت بتقول إيه؟ قال لي رجعت للقرآن والسنة لقيت علاقة عجيبة بين الاستغفار والرزق، لقيتها في القرآن، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. لا يا جماعة ده ربطة واضحة جدا. لا بس بص تركيبت الآية، فقلت استغفروا ربكم الأول قبل الفلوس إنه كان غفارا، أنت بتستغفر عشان يغفر لك، والختام ما لكم لا ترجون لله وقارا، انت بتستغفر توقيرا لله. الله، البدايه والختام انا بستغفر عشانك يا رب، وفي النص الفلوس. وكأن الفلوس بعد ما تكون نيتك ارضاء الله والاستغفار الى الله.